لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. وها هي الأعجوبة العظيمة قد حصلت بالفعل، وقد اعترف بها الأعداء أنفسهم، ووصفها معظم المؤرخين الكلية القداسة شفيعة المدينة، تظهر كجندية محامية وتنقذ المدينة، ذلك إنها قامت بتأمين الحماية للأسوار والقلاع على اليابسة، وأثارت ريحا عاصفة وأمواجا عالية أدت إلى غرق قوارب الأعداء وانهزامهم. حدث ذلك كله في ليلة السابع إلى الثامن من شهر آب للعام 626 ميلادية. بعد هذا الإنقاذ العجائبي للمدينة، توجه المؤمنون إلى كنيسة الكلية القداسة وشرعوا بتقديم الشكر الحار مع الدموع إكراما لوالدة الإله التي منحتهم النصر على الأعداء. هناك قام الشعب بترتيل قنداق المديح فقط من دون القوانين الابتهالية التي لم تكن قد كتبت بعد. يذكر لنا سنكسار السبت الخامس من الصوم الأربعيني المقدس أن المؤمنين جميعا قاموا بترتيل المديح للعذراء وقوفا على أقدامهم، لذلك سمي بخدمة المديح الذي لا يجلس فيه. من كتاب يا ذات كل تسبيح، تأليف سيرجوس ساكوس، نقله إلى العربية الدكتور رامي شربك، مكتبة البشارة بانياس.